النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا في الأردن، أسعد أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم انخفضت درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس بسبب تأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل مما سجلناه خلال الأيام القليلة الماضية، وعادت درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت بالعام، ويعود الطقس الصيفي الاعتيادي خلال ساعات النهار والمعتدل خلال ساعات الليل. يتوقع هذه الأجواء أن تستمر خلال الأيام القليلة القادمة، تحديدا حتى يوم الثلاثاء، على أن تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع مجددا اعتبارا من يوم الأربعاء. نبدأ نشاطنا بصور أقمار صناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح خلوع عموم منطقة بلاد الشام وشرق البحر المتوسط ومنها المملكة أيضا من الغيوم، وسادت أجواء صافية بشكل عام. نتحدث الآن أكثر حول درجة الحرارة باستعراضنا لهذه الخرائط لتوزيع الكتل الهوائية في طبقات الجو المتوسطة من يوم الأحد، أي من نهار اليوم حتى يوم الأربعاء. يوم الأحد بدأت المملكة تتأثر بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل مما سجلناه خلال الأيام القليلة الماضية. طقس صيفي اعتيادي خلال ساعات النهار يصبح معتدل خلال ساعات الليل في أغلب مناطق المملكة. يوم الاثنين تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، يستمر الطقس صيفي اعتيادي خلال ساعات النهار ومعتدل خلال ساعات الليل. يوم الثلاثاء لا تغيير الحالة الجوية، تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، طقس صيفي اعتيادي خلال ساعات النهار. عندما نقول صيفي اعتيادي أي أن درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، الطقس يميل للحرارة خلال ساعات الظهيرة والعصر لكن يصبح معتدل خلال ساعات الليل. اعتبارا من يوم الأربعاء بإذن الله تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مجددا في المملكة، وتعود وتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، ويعود الطقس الحار نسبيا لعموم مناطق المملكة. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية مع 19 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة، 19 رطوبة مرتفعة، والرياح تكون معتدلة السرعة شمالية غربية الاتجاه. نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين 29 درجة مئوية كحرارة عظمى، الصغرى 20 درجة مئوية. يوم الثلاثاء 30 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 21، وترتفع يوم الأربعاء لتسجل 33 درجة مئوية، أما الصغرى 23 درجة مئوية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة لنهار أو ليوم الاثنين. نبدأ من المنطقة الشمالية، المفرق 33-20 مع تفرق لبعض الغيوم، إربد 32-21، جرش 32-21 أيضا مع تفرق لبعض الغيوم، وعجلون 29-19 درجة مئوية. المنطقة الوسطى نبدأها بالزرقاء 33-21 درجة مئوية مع طقس صافي، البلقاء 30-21، عمان 29-20، مادبا 31-20، والبحر الميت طقس حار 37-29 درجة مئوية. نذهب الآن جنوبا نحو الكرك 30-19 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم، الطفيلة طقس صافي 29-19، معان 34-21، الشبك 27-18، والعقبة طقس حار 39-29 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية، الأزرق 37-21، الصفاوي 37-20 درجة مئوية، والرويش 36-23 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.